إلى من استطاع أن يكون البلسم لجراح أبطالنا والمتابعين بكل جهد وعطاء لحال جراحنا من أبطالنا في الجيش العربي السوري. أكيد عفاف عم نتحدث عن إدارة الخدمات طبعاً. الطبية، هي الإدارة اللي تتواجد عبر مشافيها في المحافظات السورية كافة والتي تسعى بشكل مستمر لتقديم الخدمات الطبية لعناصر الجيش العربي السوري من عسكريين على رأس عملهم وأيضا من متقاعدين عسكريين، إضافة إلى الرعاية الخاصة والمتابعة لأحوال أبطالنا بالجرحى. أيضا اليوم رح نتعرف بشكل أوسع على مهامها وأيضا على القطاع الطبي الهام وهو جزء من رديف من عمل الجيش العربي السوري. بضيفتنا بالاستوديو اليوم العقيد الركن مي العلي من إدارة الخدمات الطبية. صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير وكل جيشنا بخير. صباح الخير، صباح الخير وكل عام وانت بألف خير. بألف خير، نعاد عليكم وعلى جيشنا وشعبنا وقائدنا بألف خير. أهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم على مدى سنوات الحرب كنتوا البلسم الشافي لأبطال الجيش العربي السوري ولكل حدا اليوم نزل على أرض المعركة كان في بلسم لإله وإيد بتمد العون لإله، وفورا المشافي الميدانية كانت بتامة الجهوزية لإنقاذ هدول الأبطال. خلينا نحكي عن مهام والمشرف لوجودكم اليوم كرديف إنساني لأبطال الجيش. بداية إدارة الخدمات الطبية هي كأحدى أهم الإدارات الموجودة في الجيش العربي السوري. مهمتها الأساسية بتتلخص بتأمين العون الطبي للعسكريين وعائلاتهم من خلال المشافي القاعدية المنتشرة في المحافظات السورية على مساحة القطر. أيضا يتم تأمين الخدمات الطبية من خلال المجموعة من المراكز والمستوصفات لتأمين مساكن الجاهزية الموجودة بالضواحي والأرياف. يتم تقديم الخدمة الطبية بشكل مجاني للعسكريين وعائلاتهم، طبعا العسكريين على رأس عملهم والمتقاعدين العسكريين والعائلات. يوجد بالخدمات الطبية اللي بتتميز بوجود مجموعة من المراكز النوعية والمتميزة، مثل في مركز الروضة الطبي التخصصي هو بيشمل على جميع الاستقصاءات العينية الأساسية، بالإضافة في مركز الباسل للاستقصاءات الشعاعية. الخدمات الطبية هي بتعمل من جانب آخر، يعني بتعتبر شريك أساسي للقطاع الصحي من خلال قيامها بالحملات، حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الكشف المبكر لحديثي الولادة. بيتم بمشافي الخدمات الطبية الأساسية عمليات نوعية مثل عملية زرع النقي، عمليات زرع نقي العظام، عمليات زرع الحلزون مشان السمع، بالإضافة لعمليات جراحة القلب وعمليات جراحة الشبكية بمجال العينية الأساسي. يعني هي أهم الخدمات اللي بتقدمها الخدمات الطبية. بالنسبة للمشافي الميدانية تعتبر الخط الطبي المتقدم اللي بيرافق القوات أثناء العمليات الحربية. مهمتها الأساسية هي تأمين يعني المحافظة على حياة المقاتلين المصابين وتأمين إخلاءهم للمشافي الثابتة مشان تقديم العلاج لهم والمحافظة. يعني هي عمليا رديف للقوات المسلحة وبتنتشر معها على نفس محاور القتال. نعم. هي أهم ما تقوم به الخدمات. كمان سيادة العقيد، يعني خلال السنوات اللي مرت أيضا أضيف مهام طبية جديدة خلينا نقول الخدمات الطبية بجميع، مو بس المشافي الميدانية وأيضا المشافي الموجودة. صار في عنا أقسام جديدة أحدثت، منها قسم خاص للجرحى، جرحى الجيش العربي السوري، وأيضا علاج فيزيائي، وكثير من الأقسام التي أضيفت لحتى الضاهي طبعا شو عم بيصير وشو عم يتعرض له جيشنا البطل. خلينا نحكي عن هاي الأقسام. هلأ بالضبط موضوع العلاج الفيزيائي في مشفى تخصصي للخدمات الطبية ومشفى الشهيد أحمد حاميش خاص بالعلاج الفيزيائي. مثل ما شفنا هلأ نحن أثناء العمليات الحربية بتعرضوا المقاتلين لإصابات خطيرة، منها بتأدي لبتر مثلا، ضعف بالعضلات، أي شيء، فهي كلها بتتطلب أنه يتم فيها إجراء علاج فيزيائي لهي الإصابات. هلأ مشفى حاميش هو عبارة عن يعني في قسمين، قسم داخلي وقسم خارجي. القسم الخارجي هي المرضى اللي بتجي بتعمل جلسات معالجة فيزيائية بتكون قادرة على الحركة، يعني بتجي بتعمل الجلسة بيرجعوا على بيوتهم. في القسم الداخلي اللي بيكون فيه هو إقامة للمريض بسبب عدم القدرة على الحركة، بتم ضمنه تأهيل
المرضى، يعني علاج اصاباتهم تاهيلهم في اصابات بتؤدي للبتر احيانا كمان، فانت بدك تاهلي منطقه الاصابه مشان تركيب الطرف الصناعي اذا كان الامر بحاجه لتركيب طرف صناعي، بتم تاهيله قبل الاجراء لتركيب الطرف، وبيرجع كمان بده كمان جلسات علاج فيزيائي بعد تركيب الطرف. فمشفى العلاج الفيزيائي كثير ضروري. هلا في اصابات ثانيه، يعني في تنتج عن مثل ما حكينا ضعف العضلات او الاصابات الحركيه، يعني احيانا بيكون في الام بالظهر، الام بالركبه، بنعمل لها جلسات علاج فيزيائي ونتائجها كلها ظريفه وكويسه. يعني ذكرتي سياده العقيد انه الابطال يلي تم بتر الاطراف لهم اليوم معمل الاطراف الصناعيه يلي موجود عندكم له دور كثير مهم بمساعده هدول الابطال، وايضا استمرار تقديم الخدمات الطبيه للمتقاعدين العسكريين. خلينا نحكي كمان لا، معمل الاطراف عمله متزامن مع عمل مشفى العلاج الفيزيائي. معمل الاطراف الصناعي بيتم فيه تصنيع الطرف الصناعي سواء العلوي او السفلي. هلا بالفتره الاخيره نتيجه الحرب ضد العصابات الارهابيه المسلحه صار في حاجه ماسه له بسبب كثره الاصابات، فبيتم مثل ما حكينا بيتم تاهيل الطرف المصاب بجلسات للعلاج الفيزيائي قبل تركيب الطرف، وبيرجع هلا بيراجع المريض على مدى بعد 3 شهور من تركيب الطرف، بنعمل له علاج فيزيائي له، بيرد بيراجع بعد 6 شهور، ممكن بعد سنه، بعد سنتين خلص بنضمن انه الطرف اخذ وضعه المثالي مع الجسم، تعود عليه المريض وصار يعني قطعه من الجسم. فمعمل الاطراف الصناعيه بيعد هي الاطراف، وهي عمليا يعني خاصه بالاصابات الحربيه وتقدم للعسكريين، هي كمان بشكل مجاني يعني. في مستمر الاهتمام كمان للمتقاعدين العسكريين. المتقاعدين طريقه التعامل معهم نفس طريقه التعامل اللي على راس عملهم، يعني الكل كل عناصر الجيش العربي السوري هلا، سواء شوفي حتى المجندين الاحتياط هلا اللي عم بيخدموا الاحتفاظ، كلهم لهم طريقه علاج وفق اسس يعني موضوعه من قبل اداره الخدمات الطبية. أي حدا بده يتقدم له العلاج طالما موجود ضمن المشفى. أكيد. يعني كمان خلينا نحكي عن التجهيزات والمعدات اللي موجودة اليوم بمشافينا واللي عم تتطور، وبالأخص مشفى حاميش، يعني بنعرف إنه تم تأهيله بأفضل المعدات، وخصوصا إنه بيتم الإشراف عليه من السيد رئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بإشراف مستمر لا طبعا سير العملية ولا جرحانا الأبطال اللي عم يستفيدوا من طبعا إن كان المشفى والأطراف الصناعية. تماما. هلأ هي مثل ما حكيت معمل الأطراف ومشفى حاميش قلت لك هن المتلازمين تقريبا بالعمل. فمشفى حاميش في عندك قسم العلاج الكهربائي، يعني بنعمل في العلاج الحركي، في أجهزة كتير حديثة ومتطورة انجابت على المشفى ونوضعت كلها بالخدمة، بس يعني للحفاظ لإعادة كيف بدنا نحكي يعني لتأهيل هي الإصابات اللي تعرضوا لها المقاتلين أثناء الحرب ضد العصابات الإرهابية المسلحة، لأنه زادت بالفترة الأخيرة. أول شيء كانت بتعرفي أنت الإصابات تكون العدد قليل أو شيء، فهلأ أنت برغم هذا الحصار اللي صار على البلد، الحصار بجميع المجالات يعني، بس بسبب حكمة القيادة السيد الرئيس والسيد الأولى والرعاية لجرح الحرب والمصابين، تم تأمين يعني يعني بأي شكل إن كان، المهم إنه في الموضوع الطبي هام وضروري وأساسي. والحمد لله كمان نحن في عنا إدارة خدمات طبية مواكبة هذا الموضوع، يعني كمان السيد اللواء مدير إدارة خدمات الطبية على اطلاع دائم يعني كمان بأهم التطورات اللي عم بتصير مشان إدارة خدمات الطبية توصل للنتيجة المرجوة من وجودها. فهي رديف يعني هي والقطاع الصحي، لأن إحنا صح خاصين يمكن بالقوات المسلحة أكثر، بس عندنا كمان قسم نحن بنستقبل نسبة 20% تقريبا من الأسرة والحالات الغير عسكرية. سيادة العقيد ذكرنا أنه متابعاتكم واهتمامكم وجهودكم اللي تشكروا عليها اليوم مستمرة، خبرينا اليوم أكثر تفاصيل، في لسه أشخاص عم تجي على الإدارة، في لسه أشخاص عم تواجه صعوبات بتلقي العلاج كان، أو أنتم عم تواجهوا صعوبات بتأمين الأطراف لبعض الأشخاص؟ الصعوبات موجودة، بس هلأ نحن كونه في عنا معمل الأطراف الصناعي المزود بأفضل الأجهزة لتجهيز هي، هلأ نحن الصعوبة أكثر شيء بتصير بتأمين المواد، يعني عمل المواد اللي أنت بدك تصنعها، بس يعني بشتى الوسائل أنت عم إن شاء الله أنه عم تقدر تأمنها
الإدارة. أكيد اليوم كمان ونحن عم نحكي عن الخدمات الطبية بدنا نشكر الجنود اللي هن الأطباء الموجودين والأطباء العسكريين موجودين بمشافينا في صروح كثيرة موجودة بي على امتداد الوطن بدمشق، مشفى التشرين العسكري من المشافي اللي كانت أثناء فترة الحرب تعاني من حصار، ومع ذلك استمرت هي المشفى بتقديم الخدمات الطبية، وكانت خلية الإسعاف فيها هي خلية نحل يومياً من أعداد اللي كان يجيها مصابين. مع ذلك لم تغلق هذه المشافي، حتى المشافي التي كان عليها حصار، ومنها مشفى تشرين العسكري أيضا بدمشق، مشفى يوسف العظمة أو مشفى 601 كما بيعرفوا الناس بشكل عام. المشافي هي قلاع صامدة عمليا تماما، يعني نحن غطينا كأخبارية سورية عنا جزء من تغطياتنا، كانت هي المشافي كان ينضرب عليها قذائف هاون على غرف العمليات أثناء تطبيب السوريين بشكل عام، إن كانوا عسكريين وإن كانوا مدنيين. تحية لهم لأنه فعلا قدروا يكونوا رديف للجيش العربي السوري، وكانوا يتحاصروا بكثير من الأوقات، ومع هيك خرجت العديد من العمليات النوعية خلال الحرب لأكثر العمليات. يعني أيضا هنن أبطال. زادت نسبة العمليات، يعني هي ضمن الحرب عمليا زادت نسبة العمليات بفترة الأزمة. يعني أنت محاصرة، ليش نحن بنسميهم هلأ مشفى تشرين ولا مشفى الشهيد يوسف العظمي؟ فعلا قلاع صامدة، لأنه تم يعني صار في اندفاع ذاتي، يعني مو انه والله بس اللي مناوب هو بده يشتغل، لا الكل كان يعني بعض الطواقم الطبيه تعرضت، مريض اداريين يعني بدك اياه كله. هلا مشفى تشرين ضم مثلا اداره خدمات طبيه كمان بجانبه، يعني اثنيناتهم تعرضوا لهجمات فظيعه، بس يعني الحمد لله صمدوا وحققوا انجازات كثير عظيمه. يعني اهم العمليات النوعيه بتتم باداره الخدمات الطبيه، ما في شيء. هلا مشفى تشرين يعني فيك تعتبريه عباره عن صرح حضاري طبي وعلمي، يعني هلا في انت بيتخرجوا منه الاطباء المقيمين باختصاصات كثيره، بتصير في محاضرات جلسات بتواكب كل التطورات الطبيه. عمليات مشتركه كانت تحدث ايام الحرب، كمان كان لنا تغطيات خاصه فيها بيننا وبين روسيا وبيننا وبين دول اخرى، يعني هي كمان خبرات مهمه خلينا كمان نتحدث عنها. هلا هي نحن كانت تجي الوفود، هلا هي اغلبها من الدول الصديقه روسيا ايران، بتتم فيها العمليات المشتركه مع اطباء المشافي اداره الخدمات الطبيه، كلها خرجت بنتائج كثير ممتازه الحمد لله. اكيد بدنا نشكر وجودك معنا لليوم سياده العقيد، ونتمنى لك كل الخير والتوفيق، وكل عام وانت بالف خير. وانتم بالف خير، وتحيه طيبه مثل ما حكينا لجيشنا ولشعبنا ولقائدنا، وبنتمنى السلام الدائم لبلدنا أكيد الحبيب. اكيد تحيه طيبه لجميع ابطال الجيش العربي السوري. كنت معنا اليوم العقيد الركن ميل علي من اداره الخدمات الطبيه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لك لوجودك. نعاد عليكم بكل صحه وخير يا رب. نعاد عليكم يا رب.